ايه فيفا كوينز افضل موقع لبيع الكوينز، استخدم كود ZKHQ للخصم. السلام عليكم، كيف حال معكم؟ مع الدام زومبي كيلر اتش كيو. اليوم يا شباب عندنا فيديو الى الذهب، الحلقه الثالثه. اول شيء يا شباب مشكورين على الدعم في اخر الحلقات، يعني شيء رهيب صراحه. الدعم، اللايكات، الكومنتات، المشاهدات، شيء خرافي بصراحه يا شباب، يعطيكم الف عافيه. زي ما تشوفون يا شباب هذه التشكيله كانت في الحلقه الماضيه، لكن يا شباب غيرت فيها بعض الاشياء. ما خليت الخطه 4-4-2، غيرتها ل 4-2-3-1، وجبت هذا اللاعب يا شباب بدل اللي هو المهاجم جرين. اللاعب هذا يا شباب صراحه طاقاته جيده، وبكل امانه يا شباب عشان اكون معكم صريح، سجلت انا حلقه من قبل وحطيت بيوت، بس يعني الله يعين. المهم خلينا نسجل مره ثانيه، وبيني وبينكم صارت التسجيله جدا خرافيه، بس يلا نسجل مره ثانيه لعيونكم. فالمهم ندخل على الجيم، وما ادري بصراحه، ما اتوقع انه بجلد، لان اتوقع الان بيجيني ناس اقوياء، ما ادري، اتوقع انه بيجيني ناس اقوياء. المهم يا شباب ندخل على الجيم اخيرا يا اوه التناغميه. اوكي ادخل يا حبيبي، ادخل باذن الله، ما راح تفوز باذن الله. تشكيلة تركية، تشكيل كبير، الله عليك الله عليك يا كبير. رايت هير رايت ناو، اقعد يا ابوي، انا هنا الدقيقة 2 على قبك، انا ازرق واسود واحمر واخضر، اقعد بس. يا الله حرام عليك يا شيخ، معلى معلى معلى، والله وحش وحش معلى شيء في هذه التشكيلة. دقيقة، الله عليك كمل. شنو شنو كمل يا، استغفر الله ربي العظيم. بيكر 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 يا كبير، يا بيكر رايت هير رايت ناو، انا هنا انا هنا، اقعد يا ابوي اقعد. ما ادري ايش صار في المايك، بس اقعد يا ابوي، القم يا حبيبي، القم القم. عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان افهمها. الله عليك، يلا هي هي هدف، هي هدف، يا لطيف، حلوة حلوة حلوة، يلا هي. الله عليك يا كبير يا شيخ، والله هذا يا عيال تسديداته جدا خرافيه، والله بطل كبير يا شيخ. يلا اللي بعده يا حبيبي، يلا اللي بعده اللي بعده، يلا. لا والله جد، الله هي بعد الجيم كوكسل. ابي اصور، طبعا كنت حاط ميوت انا اللي بقى. طيب يا كبير احسن، خلي الاستهبال ينفعك، انا هنا انا كامبل يا حبيبي، تعطيني فرص مثل دي ما اضيع. اقعد بس يا ابوي، استهبل ذا، اقعد بس. كبير يا ارون، الله عليك يا شيخ، هذا اللاعب يا عيال عليه تسديدات مو طبيعي، والله قادح حتى داخل الجيم، شيء خرافي يعني، ينطلق معاي، يتقدم سريع، ممتاز، والله صح عليك يا شيخ. يوهو الله عليك يا شيخ، ايش ذا الحظ الرخيص، الله عليك يا شيخ، يا لب قلبك يا بيكر يا شيخ، ذا اللاعب والله قاعد. 5 نجوم ترى قدم ضعيف يا عيال، يعني لا ايش قلت؟ طيب لا 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 سجل لا سجل لا، كبير 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 كبير، الله عليكم يا شيخ، والله يا ابطال 6-1، القم القم. اوكي يا شباب، وبكذا نكون نقدر نغير 3 لعيبة، لان يا شباب اول شيء فست، فهذا تغيير لاعب حق اللي فست، هذا اوبن يا شباب، راح نغيره بدل كين او كين او اي شيء، ما ادري. الزبدة طاقاته جدا عادية بصراحة، وما فيها اي شيء مميز بعد السرعة، يعني بصراحة طاقاته عادية، ما احس انه فيها شيء خرافي. وثاني شيء ان انا سجلت الفرق بين اهدافي واهدافه كانت 5 اهداف، فيعني انا سجلت 6 وهو 1، فالفرق 5،
وكل هدفين يا شباب راح نطور لاعب، فهذا اول هدفين راح نطور هذا اللاعب، راح ناخذ اندرسون طاقته جدا عاديه وسيئه برضو يعني مو بعاديه، وهنا برضو راح ناخذ اللي هو كله هذا المدافع راح نغيره بدل هذا القلب دفاع. وبكذا يا شباب راح نكون خلص التشكيلة، خلصنا التشكيلة يا شباب اللي هو البرونزية. راح ندخل ان شاء الله يا شباب ان شاء الله بإذن الله الحلقة القادمة يا شباب، انا اسف كل شيء يا شباب على المقطع القصير وهذا، لكن يا شباب بالسلسلة تكون طويلة اكثر عشان انزل مقاطع اكثر، اذا ما كان عندي فكرة اني انزل اي مقطع ثاني انزل على طول الى الذهاب. فبس هذا اللي كان عندي اليوم يا شباب، ان شاء الله في الحلقة القادمة ندخل على الفضي. بس هذا اللي كان عندي اليوم، كان معاكم اخوكم ادم او زومبي كيلر اتش كيو، مع السلامة.